شخصية مولان وميس بيجي وشخصية ميفيس من فيلم هوتيل ترانسلفانيا ودور جيجل ماك ديمبل في فيلم توي ستوري 4 وغيرها من الأعمال والأفلام الجميلة. ضيفتنا النهاردة هي ضيفة مميزة جدا، صوتها يعرفه كتير جدا من الأطفال والكبار لأنها قدمت للأطفال بصوتها عدد كبير جدا من أعمال ديزني اللي كلنا فعلا بنحبها. المميز كمان في ضيفتنا النهاردة أنها مش بس بتقوم بأعمال الدوبلاج في الأفلام بتاعة ديزني، لا دي كمان بتغني وتلحن وصوتها حلو جدا. معانا النهارده المطربه خلود عادل واللي هنتكلم وهنغني معاها وهنفتكر سوا كتير من اغاني رمضان اللي كلنا فعلا بنحبها وكمان اغاني تانية. اهلا بيكي يا خلود. اهلا بيكي، انا مبسوطه ان انتي معايا النهارده. انا كمان جدا. اول حاجه هسالك عليها، ازاي ابتديتي موضوع الدوبلاج والغنى وانهي قبل التاني؟ لا، هو الغنى قبل الدوبلاج لاني بغني من وانا طفله وبعدين جه الدوبلاج. الدوبلاج جه صدفه جدا لانه انا من زمان بحب فكره الدوبلاج وغنى الاطفال، بس بعدين جت صدفه انه كان في كاستنج ورحت، وبعدين الكاستنج اتقبلت فيه كان اول حاجه، فكان لطيف جدا. وبعدين من هنا بدات بقى واحد ورا الثاني ورا الثاني ورا الثاني ورا الثاني على طول يعني. طيب وبالنسبه للغنى ابتديتي ازاي؟ انت بتقولي من وانت صغيره، بس ايه اللي حصل؟ اكيد في قصه يعني. هو الفكره كلها ان انا كنت طفله عاديه جدا، وبعدين في المدرسه بدات اروح اوضه المزيكا لوحدي وبقيت بلعب على الالات، وبعدين بدات اغني في الكورال، وبعدين من هنا برضو بدات اتدرب والميس بتاعتي بدات تدربني غنى، وبعدين كبرت ودخلت حاجة تانية خالص. وبعد ما خلصت واشتغلت فترة في مجالي عملت شيفت كارير ودخلت معهد الموسيقى العربية بس قسم تأليف، وبقيت بغني ولحن عشان أنا بلحن لنفسي. طيب فكرة الأفلام بتاع ديزني أكيد يعني حاجة كبيرة جدا، لأن احنا كلنا حافظين الشخصيات اللي أنا قلتها في التقديمة دي دلوقتي، ومش بس فعلا الصغيرين، احنا كمان ككبار بنحب نتفرج على الأفلام دي حتى مع أطفالنا أو من غير أطفالنا. إزاي حصل موضوع ديزني؟ إزاي يعني إزاي ابتديتي تعملي الدوبلاج في أفلام ديزني؟ هما ليا أصدقاء أوريدي شغالين في مجال الدوبلاج، وأنا كمغنية يعني ممكن بيجي لي فرص ان انا اقدم في الكاستنج بتاع الدوبلاج، فاقترحوا عليا لانه كان صوتي مقارب لشخصيه، وبعدين رحت عملت كاستنج واتقبلت فيه وبس. وبعدين بقى يبقى في كاستنج فاروح، بدا صوتي يتعرف، ومع التدريب والشغل بدات ابقى يعني لي شخصيات كتير يعني بدات تبقى بتاعتي يعني. طب ما تقول لنا كده، سمعينا حاجة من الدوبلاج بتاعك بالشخصية اللي هي المقربة ليكي أكتر واحدة. هو حاليا متهيألي لأنه أكتر حاجة بعملها هي بيجي اللي هي في مابت، فممكن هي أصلا عشان هي أكتر حاجة بتتكلم بتون مختلف يعني، يعني هي بتتكلم تبا لك يا كيرمت، فيعني هي بتتكلم من هنا يعني. وبعدين هي شخصيه ليها فلو يعني، هي مش بتتكلم طول الوقت، هي يعني بتحس ان هي بتتكلم كيوت وكده، وبعدين فجاه ممكن تروح عامله لا اريد البيتزا مثلا يعني. ده مش الكيوت خالص. انا عايزه اسمع بقى الكيوت بتاعها. الكيوت لما مثلا كيرمي هذا جميل، يعني هي بتتكلم كده، وبعدين وهي بتتكلم كده ممكن تروح عامله كده. طيب خلود، ايه اول عمل عملتيه مع ديزني؟ هو انا مش فاكره قوي، بس هو اول عمل مهم عملته مع ديزني كان توي ستوري 4. اوكي. كان ليجل. وفرق معاكي قوي ده؟ لان هي شخصيه مجنونه جدا ودمها خفيف وبتضحك طول الوقت وهي خبيثه جدا برضو، فكانت لطيفه محتاجه تمثيل ومحتاجه طاقه وحاجات زي كده، فكنت مبسوطه بيها جدا. طيب انت ممكن تقولي لي صوت كمان حد من التوي ستوري؟ توي ستوري جيجل مثلا، هي هقولك الموضوع ده مهم جدا. هي طول الوقت بتضحك بس، فهي طول الوقت هتلاقيها بتتكلم لا 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 بص بقى، ممكن تغير الموضوع ده، وبتبدا طول الوقت وممكن تدخل في النص بين الكلام يعني، بتبدا تعمل مشاكل في النص بس بخباثه يعني، سوسه هي. على فكره هو قال لي ان شعرك مش حلو، وبعدين هو يجي فتقول انا ما قلتش حاجه وتروح ضحكه وماشيه مثلا، فهي مجنونه جدا.
ناس كتير بيفتكروا ان موضوع ان انت تعملي شخصيه بصوتك دي حاجه سهله جدا، مع ان هي صعبه جدا ان انت توصلي للناس بصوتك شخصيه كرتونيه، يعني هي فيها تمثيل كتير جدا. هي فيها صعوبه لانه انا من زمان برضو كنت بمثل مسرح من وانا طفله وبغني، فكنت فاكره ان الموضوع سهل. الموضوع مش سهل خالص، لانه فكره انه الانسان يمثل قدام ممثل حتى لو مونو دراما على مسرح بيبقى فيه روح. لكن الدوبلاج انت في اوضه مقفوله كلها اسفنج ومش عارفه ايه، وقدامك مايك بس انت ما بتبقيش شايفه المشهد، انت بتشوف بشوف المشهد بس ما فيش برضو فكره انه حد قدامك بيديك طاقه، وبعدين اللي بيتكلم بلغه تانية، فحتى لما انا هاجي اعمل الاداء بتاعي لازم اعمله بلغتي انا، فالفلو بتاع الجمله هيبقى مختلف. طبعا ده بيبقى صعب قوي. صعب جدا، بس هو في النهايه لما بنشوف تركيبه المشهد بقى كامله بتبقى خطيره جدا، انه ايه ده، الله ايه ده، حلوه قوي كده يعني. خلود، نروح بقى على الغناء. انت بتقولي ابتديتي من وانت صغيره جدا، بس كمان بقيتي دلوقتي بتلحني، صح؟ ايه اول اغنيه انت غنيتيها؟ اول اغنيه انا غنيتها ماما يا حلوه. ياه. طب يلا نسمعها فعلا. يلا. اوكي. دي كانت اخر مره واول مره اغنيها. هتستعيدي الذكريات معانا. ماما يا حلوه يا اجمل غنوه، عايشة في قلبي وجوا كياني، غالية عليا اضيع عينيا، يا أول كلمة نطقها لساني، ماما يا ماما يا ماما يا ماما، انتي يا ماما ملاك من الجنة، عايشة في قلبي بعيش واتهنى، مين رباني مين أمي ومين هناني مين أمي غيرك انتي، يا حلوة يا ماما ماما يا ماما يا ماما يا ماما. برافو يا خلود، فعلا لا حلو من زمان جدا قوي. هي الأغنية قديمة طبعا كمان، وانت اكيد غنيتيها من زمان جدا. هي من وانا طفلة، كان عندي 9 سنين، دي اول واخر مره اغني الاغنيه دي. لا بس هي اغنيه فظيعه طبعا. طيب بعد كده عملتي حاجات انا عارفه، مسلسلات، عملت زي كفرز للمسلسلات. مسلسلات رمضان القديمه انا بحبها، لانه الكلام واللحن والتوزيع خطير طبعا، فكنت بحب يعني. هي الفكره جت كمان ساعه الحجر الصحي في كورونا، وحصلت اونلاين يعني. انا وصديق كنا عاملين زي تشالنج، فكره ان انت تغني على الفيسبوك بعرب او من غير عرب، فجت الاغنيه بتاعت حصل لي تشالنج بتاع بحلم وافتح عيني. اوكي. وبعدين صديقي قال لي طب تعالي نعملها اونلاين، احنا فعلا كنا كل واحد في بيته يعني، ما عملناش اي جام او اي حاجه. وبعدين فهو عمل مزيكا، بعت لي سجلت فيديو، اتعملت اتركبت، فعجبتني بقى فكره ان انا اركز في الكلام بتاع التترات. انا بتهيالي الاغنيه دي يعني من احلى الاغاني اللي اتعملت في المسلسلات، وكل الناس بتبقى فاكراها وحافظاها. طبعا يعني زمان ما كناش بنقعد بقى نسمع الاغاني قوي في العربيه والحاجات دي، بس من كتر ما احنا كنا بنقعد نسمعها في البيت حفظناها كلنا وحبيناها ولحد دلوقتي حافظينها. هي خطيره جدا، ومتهيالي اغلب الاغاني بتاعه التترات بيبقى ليها كده بصمات، ف مظبوط حبيتها جدا يعني. طب يلا نسمعها. اوكي. بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، والناس سوا بيعشوها بطيبة وبصفو نية، بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، بحلم وافتح عيني على جنة من الإنسانية، والناس سوا بيعشوها بطيبة وبصفو نية. تحفة. برافو.
طيب قولي لي بقى في اغاني رمضان، بما ان احنا داخلين خلاص اهو على رمضان وكل سنه وانت طيبه. طيب. رمضان كريم علينا كلنا يا رب. عايزه اعرف منك اكتر اغنيه مقربه لقلبك كده لرمضان. هي رمضان جاينا اصلا، يعني كلنا رمضان كلنا اتربينا عليها دي فعلا. وعملت فكره ادمج فكره رمضان جانا بفكره لو ديزني بتقول رمضان جانا اوركستريشن. عملت فيديو كليب كده، بس يعني انا يعني احب ان انا ابقى موجوده بيه في اول رمضان السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انت عملتي ميكس بين رمضان جانا وايه؟ لو ديزني هتغني رمضان جانا هتغني ايه ده؟ ازاي؟ طب احنا عايزين نسمع حالا. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبالو زمان، غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان جانا. فظيعة، تجنن. خلود عمرك في حياتك ما عملتي شخصية مصرية زي مثلا بوجي وطمطم بكار الحاجات دي؟ أكيد كنت صغيرة برضو قوي. لا، الشخصيات اللي هي كنت صغيرة فعلا، يعني اللي لحقت بقى ان انا اكون هي ملام بقى لما كبرت. طب كان نفسك لو انت كان عندك الاختيارات بتاعة الشخصيات اللي هي زي بوي وطمطم والحاجات دي، كنت تفضلي ايه؟ طماطم. بحبها بجد اصلا، هي فظيعة، اطيب واحدة فيهم كده وغلبانة قوي. وهي كانت يعني طمطم كانت بتعجبني. ايه بقى يا بوجي بقى وهي بتتكلم كده، اللي هي فكرة الري كنت بحبها قوي. بس طماطم، انا بحب طماطم. طب يلا انا هخليكي ترتجلي دلوقتي حالا تعمل لنا حته طماطم. فعلا؟ مش فاكره صوتها قوي، بس كنت فاكره العروسه. بس ممكن هي كانت صغنططه كده وبتتكلم مثلا، انت جميله قوي. مثلا عايزه انا اقول، بس انت جبتيها صح، انت جميله قوي. دي هي طماطم. انت جميله قوي، ممكن تعملي معايا لقاء؟ حضرتك ممكن تعملي معايا لقاء؟ ممكن قوي. الله، انا مبسوطه قوي قوي. هي تجنن تجنن. طيب قولي بقى الاغاني التانية، انت لحنتي حاجات وعملتي حاجات بتاعتك. صح؟ طب عملتي ايه احكي لي؟ في كنت عامله حاجات صوفي، وبعدين ده كان بروجكت، وبعدين حاليا بعمل ألبوم بس هو مش صوفي. هو كله كلامي ولحني، التوزيع هيبقى مختلف بين فنانين أصدقاء، بس هو يعني هيبقى مش صوفي، هو هيبقى حاجة بروجكت أغاني عادية. هي مش عادية قوي برضو عشان أكون هي تعتبر مستقلة يعني. أوكي. عشان طيب احنا هنسمع حاجة صوفي بقى دلوقتي. فعلا؟ اوكي. بتفكريني بحاجات كتير بقالها كتير ما بغنيهاش. هنفتكرها سوا. يلا يلا بينا. وكان قلبي خاليا خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك هواك جابه، فلما دعا قلبي هواك
جلست بذكري عن بنانك عن بنانك برحو. برافو، صوتك فظيع. ميرسي. هنختم بقى حاجه برمضان. اوكي. وعايزين حاجه كده بقى ايه تفرفشنا شويه. انا على فكره بحب الفيرجن بتاع رمضان جانا. اوكي. الحقيقي الحقيقي هو الاصلي. اوكي. هو لطيف جدا. جدا. في حته فيه حلوه قوي اللي هي بتاعت بتغيب علينا وتهجرنا وبنستناك وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا قولوا معانا اهلا رمضان رمضان جانا. والله يا خلود حسستيني ان انا يعني بجد خلاص عايزه رمضان يجي دلوقتي حالا. ربنا يخليكي. انا مبسوطه جدا ان انت نورتيني النهارده في الاستوديو، ومبسوطه قوي ان انا شفتك وتعرفت عليكي، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. اكيد اكيد. ميرسي على وجودك يا خلود. ميرسي ميرسي. بكده تكون خلصت حلقتنا، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.